السلام عليكم. سؤال جديد من أسئلة البيم: What is a document prepared by a suppliers، اللي هو المورد أو الراجل اللي هيعمل خدمة، في وثيقة معينة هو بيحضرها ل to explain how the information modeling aspected of a project will be carried out in a structured and consistent way. في وثيقة بتحدد الموديل نفسه هتعمل ازاي والمواصفات بتاعته. هل هي بيم اكسكيوشن بلان، ولا بيم ماستر موديل استراتيجي، ولا امبلويرز فورم اوف بروكيورمنت؟ امبلويرز فورم بروكيورمنت ده الحاجات اللي احنا محتاجينها، ملهاش علاقه بالبيم. بيم ماستر موديل استراتيجي مش هي دي اللي بيبقى فيها الاتفاق بين اللي هيقدم الخدمه صاحب المبنى او الراجل اللي محتاج حاجه. هي بيم اكسكيوشن بلان. بيم اكسكيوشن بلان عباره عن ايه؟ عباره عن وثيقه بنكتب احنا هنتفق على ايه. يعني بقول له مثلا انا هاخد منك الشغلانه، هنعمل الشغلانه ديت لحد ال او دي 300، او ال او دي 400، او ال او دي 500. انا لو حصل مشكله، فلان مسؤول عن المعماري وفلان مسؤول عن الانشائي، مكتوب رقم تليفونه والايميل بتاعه، هنشتغل بكود كذا، مواعيد التسليم. فكل الحاجات دي كلها بتبقى في البيم اكستوشن بلين. تمام، لو حد عايز يسمع اكتر خش على قناه بيم اريبيا، هتلاقي شرح للبيم اكستوشن بلين بالتفصيل واكتر من مثال للبيم اكستوشن بلين.